طيب على فكره بقى يعني دي ممكن نبص لها من زاويه ثانيه، انت دلوقتي عندك فرصه وانت على الهواء مباشره، يعني الى جانب جهود ومجهودات كل القائمين على وزاره الشباب والرياضه اللي ابتدت تندع يعني على الالعاب الفرديه في الفتره الاخيره، تحب تقول ايه للرعاه نفسهم؟ تحب تقول ايه لاي شخص او اي كيان او اي جهه ممكن تكون مفيده وداعمه للبطولات شباب مصريين زي حالتك كده؟ انا مش هقول حاجه غير هو حاجه واحده، انت بتستثمر فلوسك في حاجه مفيده وبتعمل بطل، مش ليك مش ليك ولا لنفسه، انت بتعمل بطل بيلعب باسم دوله كامله وبيرفع علم دوله كامله، هو ما بيرفعش اسمه، يعني انا ما بكسب ما حدش بيرفع صورتي، بيرفعوا علم الدوله. فانت شوف انت بتساهم في يعني انت بتساهم فيه وبتساهم في دوله كامله وبترتب دوله، فانت بتساهم في حاجات كتيره قوي خلال المعسكرات، يعني المعسكرات والسفريات هي بالنسبه لرجل بيزنس او رجل اعمال هي بالنسبه له الباكج بتاع المعسكرات والسفريات مش رقم، يعني هو مش رقم بالنسبه له، بس انت بتحيي بيه حاجات تانية كتير قوي، ان انت مثلا جميع اللعيبه بيجوا في سن من 22 28 كله بيحاول يبطل، اللي عاوز يشوف اللي عاوز يشوف شغله، عايز يشوف مستقبله ودراسته، اذا كان هيخطب اذا كان هيتجوز، ليه؟ لان مفيش مثلا امكانيات او حاجه تانية موفره ليه ان هو يكمل في الرياضه، مع ان هو بيبقى لسه عنده يد كتير قوي، بس طبعا كله بيبص لجهه تانية، هي دي الفكره. كما ما بيكون في سبونسر او في حد داعم بتبقى انت طلعت تفكيرك بره جزء معين، اسكان مادي اسكان شغل اسكان دراسه اسكان اي مشكله، فانت بتطلع خارج كل ده، بتبقى انت تركيزك كله في التمرين. فدي اكتر حاجه انا اتفق معاك، وممكن انت برضو تحاول تكري يعني تنشئ نوع من الابتكار، بمعنى انك ممكن يعني تتبنى فكره كمان ترويج للسياحه في مصر وانت مسافر، فهنا ممكن يجي سبونسر حتى لو هو عايز ينشر الشغل بتاعه في الخارج، ان هو عن طريقك انت بتسافر وبطولات وصور وبتاع، بالذات لو حد عنده شغل مثلا في اليابان او كده، صح هيبقى الموضوع سهل صح جدا بالنسبه لي، دي نقطه كويسه، لما بيدفع دعايه وبيدفع فلوس كتير قوي فانا ممكن اعمله ده اكتر، وكمان انا ما فيش سنه بتعدي غير ما بروح اليابان مرتين او ثلاثه.